خلينا نتفاهموا رجال يا جلول. ما بيني وبينك لا فهم ولا كلام. تقتلني وانا اعزب. ابعد من قدامي خير. ابعد على حورية. حورية حرة. تختار اللي تحب. ما تقلقهاش. انت اللي تقلق فيها وفيا. وطي صوتك يا جلول. انت اللي مسلح. انا يدي فارغين. ابعد من قدامي خير لك ولا نقتلك. الهدوء! اش وصلكم لهذا؟ اشهدوا عليه يسمع فيا في الكلام ويهدد فيا واني ماسك عقلي بسنوني. تو هذه عملة تعملها يا زغدان. يا عم عبد الدايم، لو زغدان عنده نية اخرى وين سلاحه؟ لكن هذا باطل وناس تلقت في الشر وتكثر في الهرج. وجلول اش مجايبه هنا في هالوقت؟ واش مدخله حتى المطوس؟ جلول جيبش يوصل ريم وشامل ديارهم. الليل قريب يطيح ولا تحبهم يروحوا وحدهم. سمعت عم عبد الدايم هني ظالمة هذا. خلاص خلاص بدها الساعة بساعة اخرى. صلى مولي هاي وصل للبنوي تفيس. والله يهدي مخلق. تصبح على خير يا بنات. تصبح على خير. تصبح على خير. اسمعوا، حتى واحد منكم عاد يتكلم ولا خلينا نهجوا له من هالبر هذا. كل واحد يستفتي وكل واحد مظهر شوكته، وانتم ما عندكم كان الكذب. انتم شبان ما توصل الكل. قديش عددكم؟ ما تجوش على عدد اصبعي. وتظهروا في روسكم وتحلوا في فمكم بالفارغ. نوى عليكم هي يا حبابي،
التنوع ليكم دزلت للبحري راهو قريب يجيكم هي يا حبابي سافروا بالجني معه وعدوا الخميس وساء سافروا بالجني معه وخلوا نظيف الخد الخد يسكي بدمعه هي يا حبابي سمعنا صوت يرد الروح للروح ويداوي المجروح كنت في مطوسة؟ مطوسة استغنت علينا زايرين ربيحة وحورية واش توصي يا هاش؟ ياريت تاخذوا معاكم عيوننا يمكن يشوفوا زغدان وشكر وقتها يولي رصاص وبارود قالوا يا هاشم ربي نجاك من الموت على يدين شكر حتى زغدان شاف الموت بعيونه لكن نوعدكم نخلص الدين هو قال كلام أني نفعل الفعل والوقت طويل لن نسامح كريم حط من قيمتي قدام البنات انذلة قدامهم ولو بعد سنين رد بالك يا هاشم راهم يقولوا شاكر شاطر في البارود اصبري مدة يا تومانة تسمعي العجب لا لا والله نفادلكم معاكم انت وشاكر نحبوكم ونفخروا بيكم ما تعمل في بالك كان الخير يا هاشم يا ود الخير اللي فعله باهي ديما باهي وكيف ما قالوا لولي اللي بيت غضبان خير من اللي بيت ناد سلموا على ربيحة بلغاها الحب الصافي من القلب الصافي شماتها في شاكر؟ القلب اللي فيه المحبة ديما مليان بالخير أما نبهوا عليه يبعدني ويسلم ما تغلطش يا هاشم البلاد مليانة بالبنات واش عجبك في ربيحة وانت ولد طريف؟ قلوبنا تحكم فينا البدن على قوته يسير فيه القلب هو أصغر من ليت طريق السلامة السلامة سلمت أمري لله صوتك جميل في القصباية الحسن الحسن في الشعر في الصدر في الخدود والقد بسم الله القسم والزهر والقلب اللي ماشيلهم عرضوني ترجع معنا انت وانسو عندي وصايا هزها لباباك يا تومانة الشيخ رمضان الليلة من ضيافنا الضيف المبروك تسبق ضيفته هذا زهرنا غزالة خروف عنز اللي جاب ربي برشني وعلوش مش خسارة فيكم ولا في الشيخ رمضان زادة يا حميد غلبوني راهم غلبوني قدامنا فرح وعراس وصوتك لاغنوا عليه اليوم مغلوب وغد وراك غالب ولا غالب إلا الله هيا سمعني هيا اقعد اقعد كول حظنا جمعنا على الصوت والطعام المعروضة مربوحة نسمع وناكل ونشوف وننسى المشاكل يا ريت العمار في مثل ضو النهار والليل مصباح زاتر هاي تعال تغدى تعال سي حمد تعال بسم الله هاي هاي وقت وقت الله غالب غضبنا عن عبد الدايم لكن غصبا عنه عن عبد الدايم حذري
ماهوش خواف. تعرف ايش قال لي؟ يحبني نمشي لهاشم نقول له سامحني غلطت معاك، ها؟ هام يدي مكتفات، ارباحها هانا قدامك وارواحنا كلها فداك. وقتها ما عدت الشكر اللي نعرفه. وعيونك الغالية. الكلام اللي قاله لي عم عبد الدايم حتى في المنام ما انطيقاش. ريت شامة وبهجتها. حسدت فيها بدر. ايه شامة اختي راه. خسارة تخرج من مطوس ورجالنا يعتبروا روحهم رجال. راهو زواج اختي من بدر فيه مصلحة المطوس. بدر شيخ الشرطية وعنده رجال. ما عم عبد الدايم هو اللي نصح عمي. حب يشري باختك نصير. لكن يبحث عن نصرة الغير ما يخسر كان روحه. خروج شامة غلطة. ولا المرة الجاية نزوجوا ربيحة من هاشم وحورية الجلول وندفعوا نسانا للكراء باش يبقوا رجالنا سالمين. حافظ على الباقي يا شاكر. كيف صار ما صار بوبا يمشي لقصر العامر، لكن يا خسارة ما لقاش حل لا عند سميدة ولا عند ولد أخوه. إيش قال سميدة؟ سميدة يا سيدي حب يجمع هاشم وشاكر ويسمع من هذا ويسمع من الآخر وبعد تالي صالح ما بيناتهم. أين العقل؟ مفهوم يا عم رمضان، لكن هاشم قال أني ما نسامح كان ما شاكر يطلب السماح قدام شكون؟ قدام ربيح وحورية وجلول في نفس المكان وزيد بحضور سميدة وبوباي عبد الدايم. صعب. لكن إيش قال عبد الدايم؟ شاكر رفض وإحنا وافقناه، خصوصي كيف سمعنا مشاريع هاشم صعيبة وما هيش صافية. تفضل تفضل. خسرت وراي عبد الدايم وهاشم نصب لكم فخ وقعتوا فيه في هالوقت. الحاجة الصغيرة تهز اللي أكبر منها مثل الدمالة، يما تتعالج بسرعة ولا تقضي على البدن. الحاصل قول لباباك غدوة نجيكم، والأحسن يعلم الشيوخ الكل نمشي وفد يمكن السميدة ياخذ بجاهنا ويأثر على ولد أخوه. حاضر يا عم رمضان. أتفضل. الله يسلمك.